شبيبة الثورة استقبلت فريق مولودية وهران في نيتها العودة ومعاودة تسجيل النتائج الإيجابية خاصة على أرضية ميدانها، لكن مولودية وهران أتت هي الأخرى بنية الفوز وتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار لتكون البداية لمولودية وهران والرد من قبل حمزاوي لشبيبة الثورة. بعدها القائد والمايسترو بالجلالي كعادته يفعل كل شيء بالكرة، لكن لم يفلح في تسجيل أول أهداف هذه المباراة. أول الأهداف الذي كان في الدقيقة 21 عن طريق أودا بهذه الطريقة وبهذه الرأسية الجميلة. أودا يسجل أول هدف له في هذا الموسم رفقة شبيبة الثورة. فرحة جماهيرية كبيرة وصلنا فرحة ست غفلت. الكل كان يعتقد أن أودا متسلل لكنه سجل بطريقة جميلة. بعدها بطريقة جماعية جميلة جدا يسجل أودا ثاني أهداف شبيبة الثورة وهدفه الثاني في هذه المباراة. فرحة عارمة وسط أنصار الشبيبة. شبيبة الثورة شفنا منذ الوهلة الأولى مسهرا مستردا على أودا سجل بهذه الطريقة وهو مستقدم من البطولة المغربية وسط حيرة سوليناس الذي لم يعرف كيف يرد رغم تسديد داغولو في الشوط الثاني، لكن باكايوكو قضى على أحلام مولودية وهران وسجل الهدف الثالث لشبيبة الثورة وبطريقة جميلة أفرحت كثيرا أنصار الشبيبة. والمن شاهدوا تكون ركنية ضربة ركنية لشبيبة الثورة. نشوفوا باكايوكو يطلع الهدف الثالث وربما خلل دفاعي واضح يعني مولودية وهران عادت في المباراة من خلال الهدف المستقدم عمران برأسية خادعت حارس الشبيبة. توزيعة ممتازة من عمران. النتيجة تصبح 3-1 في هذه اللحظات. خلال الهجمات المرتدة ليختتم اللقاء بهذه الهجمة المعاكسة لشبيبة الثورة التي كادت تضعف من خلالها النتيجة، لكن في الأخير انتهى اللقاء لصالح شبيبة الثورة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد لمولودية وهران. وثلاثي